بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة يا أولادي نبتدي بأول درس من الدروس اللي عندنا، هو أول حرف في الحروف الهجائية اللي هو حرف الألف. ومعانا يا أصحابي هو أول صورة الحرف الألف. أول صورة الحرف الألف وهو بداية الكلمة عليه الهمزة اهي، ماشي يا أصحابي؟ أهو في أول الكلمة ليه الهمزة، وهنا لما بيجي في آخر الكلمة او في نصها، ومش شرط يا اصحابي يكون عشان في اول الكلمه يكون عليها همزه، لا يا اصحابي ممكن يجي وهو في نص كلمه في اخر الكلمه ما عليهوش همزه، او ممكن يجي في اخر الكلمه او في نص كلمه عليه همزه، او ممكن يجي في اول الكلمه وما عليهوش همزه. هنا اهو ده اللام الف عليها همزه، وهنا عندنا اللام الف عاديه ما عليهاش همزه ولا حاجه. ونبتدي نشوف الكلمات اللي عندنا. اول كلمة عندنا هي اسد، وهو عندنا الالف جاي في اول الكلمة. ومن تاني الكلمات اللي عندنا كلمة ارنب، اهو شايفين حرف الالف اهو في اول الكلمة وعليه الهمزة. وعندنا من تالت الكلمات المهمة جدا واللي بيجي عليها من امثلة كتير، كلمة اناناس، لانه يذكر فيها حرف الالف كتير جدا في اول الكلمة هو عليه همزة، وفي نص الكلمة يا صحابي زي ما كنت بقول في الاول ان هو هنا اهو بيجي في نص الكلمة بالشكل ده، اهو بيجي هنا اهو اهو جاي هنا في نص الكلمة حرف الالف زي عشان بنقول اناناس. وهنا اهو في تاني اهو يا اصحابي الف تاني اهو ماهي. وبعد كده نشوف الكلمة اللي بعديها كلمة اذن، هو جاي هنا عليه همزة عادي في اول الكلمة. بعد كده يا اصحابي جايبين كلمة أناناس، وهو عندنا في الأول الكلمة عادي وهو في نص الكلمة عادية زي ما قلنا فوق. بعد كده يا أصحابي هنا التمارين دي إن شاء الله سيب كود دوسوا زراعة الإيقاف علشان تحلوها، بعد كده أنا هحلها. اتمنى يا اصدقائي ان انتوا كنتوا ضغطوا زرار الايقاف، وانا دلوقتي هبتدي احلها معاكم. هنا مكان الشرطه دي المفروض هنحط حرف، ماشي؟ هنحط الحرف ازاي؟ هنا المفروض هنحط حرف الالف اللي هو الف كده استاذ. لا مش كده، اذا هو مش كده اصلا قصدكم اللي مش عليه همزه صح؟ لا هو اللي عليه همزه، ماشي؟ هنكتب اللي عليه همزه، وهنيجي في كلمة أسنان اهو ده مش عليه همزة صح؟ عليه همزة؟ أيوة صح شاطرين. وهنا في نص الكلمة دي بقى اللي عليها همزة صح يا ولادي؟ ايه ده؟ دي مش عليها همزة كمان؟ طيب ماشي كويس ان انتوا شاطرين معايا. وبكده يا أولادي كان معكم استاذ عبد الرحمن محمد، وانا كده ان شاء الله اطمنت عليكم لو قدرتوا ان انتوا تحلوا التمارين دي، واللي ما قدرش يستوعب معانا يقدر يعيد الفيديو مره واتنين هو هيفهم. وشكرا.